لا 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 يا زلمة، زي ما يقولوا غير مش معقول، خبطيته عين. بالطنجرة على راسه وبالحلقة كمان. لا 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 حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة شو القصة؟ حد علمي إنه بنات حواء يعني عدم المؤاخذة الأصل يعني يكونوا لطاف شوي، أنا مش فاهم وين بيقدروا، من وين بيقدروا بعض الستات يجيبوا هالجرأة اللي خارجة عن فطرتهم وأصل خلقتهم. آخ أختي الكريمة، إيش اللي عم بيصير؟ ما إلك تسلاية إلا سيرة زوجك مع الجارات، الله يودي الله يجيب الله يأخذ على هاليوم اللي شفته فيه، على هاليوم اللي تعرفت عليه فيه، يا حسرتي يا بختي. ما إلك إلا هالكلمات. رايحة فين يا أختي الكريمة؟ أنت منتبهة لحجم الإجرام اللي عم بتقومي فيه؟ والمصيبة إنه كل شكاويك على الوضع المادي وبسبب المقارنة بالجارات. وين التوكل على الكريم؟ وين حمد الله سبحانه وتعالى إنه زوجك مش من الجماعة اللي بيسكروا، ولا من الجماعة اللي بيزنوا، ولا من الجماعة اللي بيضربوا، ولا من اللي بيهينوا أمام الأهل والأولاد؟ كل هالمصيبة نسبة إلك والكلمات اللي غير جائزة فقط لأنه ما بيقدر يجيب لك عفش كل سنة أو فستان سهرة عند كل مناسبة أو يسفرك للبلد الفلاني إلى آخره. أي حرام عليك، والله حرام. نسيتي وقفته معك لما أهلك كانوا بتدخلوا بكل كبيرة وصغيرة وكانوا حشريين ومتجاوزين للحد وقديش كان متفهم؟ نسيتي صبره على قضاء ربنا وانتي ما بتخلفي وكان نفسه بولد؟ نسيتي لما مرضتي لمدة طويلة كيف ما كان يعلق على ليش ما في طبيخ؟ وين خلق الوفاء؟ وين تذكر العهد اللي بيناتكم؟ حاولي تستفيدي أختي من النصيحة النبوية الذهبية واللي بيقول فيها حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تنظر إلى من هو فوقك أي في شأن الدنيا، ولكن انظر إلى من هو دونك لئلا تزدري أي تحتقر نعمة ربك عليك. فترجاكي ولمصلحتك أختي الكريمة إنك ما تقارني زوجك بزوج صاحبتك لأنه بيطلعها على العشاء كل ليلة وأنت يا حسرة. لا تطلعي على جارتك إنه زوجها تغير لها عفش البيت كل سنة أما أنت يا حسرة. لا تطلعي على زوج زميلتك إنه بسفرها كل سنة في العطل الصيفية كل مرة شكل وأنت يا حسرة عجوز نصرة. ممكن لو سمحتي نقلب النظر من الجهة الثانية وبلاش ما نتخوت، أنت عارفة ولا مش عارفة ولا عاملة حالك مش عارفة أختي الكريمة يعني مطنشة إنه زوج صاحبتك عينه زايغة وتبع نسوان عدم المؤاخذة ولفلفه ودوران، وزوج جارتك إيده وتشف زي ما بيقولوا لما يعصب معه ولا ما معه الحق، وبتعرفي إنه زوج زميلتك متكبر وشايف حاله إلى آخر القصص الطرمة واللي بتعرفيها أكثر مني. في المقابل زوجك صح إنه ما بغير لك العفش كل سنة ولا بوديك تصيفي مرة في لبنان ومرة في باغي، تعرف باغي يعني باريس، بس إنسان رجل محترم شهم عينه مو زايغة متواضع، فمش معقول يا أختي الكريم بسبب تفاهات مادية شكلية تضيعي كل هالخير وما تكوني وفية. مشان هيك بترجاكي حسبيها صح ويا ريت ما تنسي تدعي لي. Thank you.